باللي رجعت للأعراف ولات عرف أنه النوادي رؤساء النوادي يقول لك باللي آخر لحظة غادي نعاود راح نسحب الإجازات لأنه غادي يكون هناك تراجع ولا يكون هناك ليونة فيما يخص القرار، لأنه قرارات لاسيرين لا نقص فيها مادام أنها صدرت قراراتها فيما يخص النوادي المدانة، فما علي المكتب الفيدرالي أو الفاف كهيئة أو الرابطات إلا تطبيق ما جاء به قرارات لاسيرين. ولكن صحيح. الناس تعودت أن رؤساء النوادي تعودوا على أنه آخر لحظة يكون هناك ليونة ويكون هناك تغيير في المبدأ أنه يكون اللي يصدر في الصائفة، معناها أنه الفريق المدان دروك ما ولاش يخاف. الفريق المدان ما ولاش يخاف ولا يعرف باللي يجي الوقت وين تتبدل الإجراء، يتبدل القوانين، يتبدل. المرة اللي فاتت كانت أن سيد 10 مليون دو دينار لتحت، اليوم المكتب الفيدرالي يصدر قرار جديد ويقول بلي 30% ما كاينش هذه القوانين، هذه لا توجد في الاجراء، ما كان لا 30% لا 10 مليون دو دينار لا في اخر لحظه يسمح للنادي باش، لانه هنا دروك رانا امام اشكال اخر لاسيرين اللي هو هنا انا ما نحملوهاش المسؤوليه هنا شكون يتحملها من اصدر قرار على 30%، لان كاين نوادي كمولوديه سعيده، انا نعطي مثال على مولوديه سعيده اللي هي اقرب اللي نعرف لم يقوم بانتداب لاعبين خوفا من الديون. ايه راح للرديف، راح عارف الديون تاعو، اقتنعوا بفكره الديون انه لازم يتم تسويه الديون باش ينتدب، راح خلى اللاعبين تاعو تاع الرديف، وتم انتداب اظن 5 لاعبين من الرديف باش يلعب بهم. ولكن فاذا كاين نوادي اخرى اللي هي ما تخافش من القرارات على السيران والمكتب الفيدرالي وعارفه الامور، كانت عندها ضمانات ماني سعاده، كانت عندها ضمانات من قبل. ضمانات انا نعطيك خويا، نعطيك على المباشر ونقول لك باللي كاين عضو مكتب فيدرالي هو اللي قام باتصال ببعض النوادي ويقول لهم باللي اخر لحظه سوف يتم تغيير القوانين ويكون هذه تاع 30%، لانه هذه 30% احنا سمعناها قبل يومين، قبل ما تصدر سمعناها، كانت الناس عامة في المواقع التواصل الاجتماعي كامل يقول لك بلي كاين حل تحول ل 30%، فإذا فعلا أنه اصدر هذا القرار تاع 30%. هذه أمور خطيرة سي ماني سعادة، بما أنك أستاذ وخبير في كرة القدم تتابع كل كبيرة وصغيرة، نقول أن هذه الأمور تأثر بشكل كبير على مستقبل كرة القدم الجزائرية بالأحرى. سي سامير مكتب الفيدرالي اللي اتخذ قرارات عشوائيه بين ليله وضحاها ويجبد قوانين جديده ما نقدروش نرفو بهم بعيد كاع. هذه هي الحقيقه مره، مستقبل الكره ما ينجموش هاد الناس يسيروه، محال، لانه باش كل مره تخلق اجراء اللي ما كانش وتحفز على القانون جوسكا كون رانا رايحين جوسكا كون بهذه العقليه.